ايه؟ لان سعد سمير كان طالع، دي ركنيه على سعد، تتلعب ركنيه على طول. ابراهيم حسن على البعيده، اوعى دي، وجيه عبد الحكيم، يا نهار ابيض، الله عليك يا شناوي، من على الخط يشيل، بتدي ثقه، الكور دي بتدي ثقه كبيره قوي لحارس زي الشناوي بقاله فتره بعيد. اوه حسام البدري بص في الارض، طبعا طبعا كره توقع القلب، يا نهار ابيض، كانت ممكن يبقى الاسماعيليه في اول اهداف اللقاء، ولكن الشناوي يتالق. الشوط الاول قال مش كل مره بقى، القايم هيتعاطف الشناوي النهارده اهو مع نفسه وبيخدم نفسه بنفسه ويشيل الكره.